السلام عليكم، اهلا بكم احباب نيكسس جيم. مرة في تجربه لعبه جديده وهي لعبه ران اسكيب. هذه اللعبه لا تحتاج الى الكثير من التحميلات والكثير من الانتظار. يمكنك ان تشغل اللعبه فورا في جهازك بمجرد تحميل اللانشر من الموقع. عندما تضغط على دونالد مباشره سوف يظهر لك في نفس الموقع. ان تضغط على بلاي تقوم بتحميل وتثبيت اللانشر، بعد ذلك تضغط على بلاي فتظهر معك هذه الخانة هنا. عندما تدخل الى اللعبة سوف تظهر لك انك قد دخلت الى اللعبة يعني مباشرة بنجاح، ثم بعد ذلك سوف تظهر لك هذه النافذة. هذه النافذة هي نافذة اللعبة. اذا مباشرة نبدأ في استكشاف هذه اللعبة. اذا هنا ماذا لدينا؟ هنا هارد ايرون مود، ساتروك نورمال. هنا نقوم باختيار اللون شخصية. هنا تختار الرجل او الفتاة. اختار الرجل ونضغط على الرأس. هذا سنختار نوع ونضع على الوان. هنا اللي بالطريق اللون اللي بس على ما اظن فقط الجهة الوسطى. اختار السروال. سنختار احد الخيارات، اختار اللون اسود. لا هذا ما لا ينظر اليه. ثم الحذاء، اختار هذا الحذاء. ثم ما هذا؟ اللحية على ما أعتقد. نعم إنها اللحية. سأضع هذه اللحية. هذا تبدو هذه تبدو أفضل. ثم أضغط على هنا أكتب اسم الشخصية. نضغط على بلان للدخول. الاسم تم أخذه. الاسم
الدخول الآن بعد التحميل. يعطيك هذه القائمة، يقول لك هل قمت باللعب من قبل؟ لقد لعبت للتو. أها، لقد لعبت منذ مدة، لم ألعب من قبل. أخطر الأولى. الآن يمكن التحرك. لوح المفاتيح. ما هذا؟ منزل. تقول لا تعالى هنا ثم يتحرك. كيف التحرك بالدبليو؟ المفاتيح تحرك بها الكاميرا. ما هذا؟ هنا اقرب الكاميرا غام. يبعد الكاميرا. إذا تضغط على الماوس لكي تستطيع المشي. نتكلم مع هذا الشخص. إذا يمكنني فتح الباب. ستعطينا بعض التعليمات. قالت بأنها ستعلمنا المهارات التي نحتاجها للنجاة. ثم ظهرت هذه الأمور. هذه هي المهارات على ما أظن. ما هذا؟ يمكننا البناء؟ تقول أنها يمكنها أن تعلمنا كيفية قطع الخشب، كيفية صيد الأسماك، كيفية صنع النار، إضرام النار، ثم كيفية القيام بإعداد الطعام. قالت لي نبدأ بقطع الأشجار. إذا هذه الشجرة دعينا تعينا ذهب إلى الشجرة من هنا. نعم، هذه الشجرة سنقطعها. من سوف نحاول قطع هذه الشجرة. حلو، سوف نضغط هنا. نضغط على الأولى. شوك داون. لا يقطعها. الآن لقد حصلنا على اللوكس. قطعناها. سنعود إلى هنا. قالت لنا قطع النقص. Very good. جميل. نايت. يمكننا نصنع الآن منها النار. كيف نفعل ذلك؟ تضع النار. هناك علامات. عين تدور الكاميرا. لقد صنعنا النار. جميل. جيد. تضغط على لايت. علينا أن نقوم بطهي شيئا على النار. هكذا نفعل ذلك. علينا أن نقوم بصيد الأسماك.
يجب أن نصطاد الأسماك الآن. هيا لنصطاد الأسماك. ها هي البركة، نصطاد السمك هنا. انظر، حصلنا على السمك. هي الأسماك أصبحت لدينا حقيبة. هيا في النعمت. لقد حصلت على ما يكفي. اضغط على السمك هنا، اضغط على استعمال، سوف اضعه هكذا على النار. اصبحت اقوم بطهي السمك الان. لقد قمت بحرق السمك. لا قد لك، ولقد قمت بحرقه. قالت بأنك إذا اكتسبت أكثر خبرة في الطهي سوف تتمكن من الطبخ بنجاح. فنجرب مرة أخرى. سوف نمسك بالسمك مرة أخرى. استخدمت الكثير من الأسماك. أنا سنعم. سوف أخذ الشجر مرة أخرى. لدي الآن بما سوف أقوم بإشعال النار. قمت بطبخ السمك، أصبح اللون أصفر. كان علي اختيار. نعم، إذا نجحنا. سأتحدث لي الآن. الآن سنتجه إلى شخص ما، سيخبرنا أكثر عن الطبخ. يمكننا فتح هذه البوابة. نعم، الخريطة تعطيك. اضغط على خريطة العالم. يمكنك الضغط على علا عندما تكمل التدريب. يعني استكمال التدريب اولا. يمكنك تدوير الكاميرا بواسطة لوح المفاتيح.
يعلمني أكثر عن الطعام. أنا هذا سيعلمني شيئا ما عن الطعام. أعطاني هذا الكيس من الأرز. ماذا أفعل أنا؟ لا أعرف ما الذي قمت بغسله. إذا سأضع هذا، أضعه هنا. قال علي أن أضع هذا أولا. انتظروا مني، أنا أقوم بالطاوي هنا. مهارة الطبخ وصلت إلى المرتبة الثانية. لكن لن نستوعب ما الذي يقوله هذا الطاهي. قال لي أن نفعل شيئا هنا أو هنا. هيا نختار هنا ما هي الأكلة التي سأطبخها. المكونات تجد هذه المكونات. فهمت الآن. قال لك أن تقوم بجمع هذه مع هذه كي يعطيك الخبز. أوكي، من تضع الخبز في الفرن. أقول لك هنا أنه يجب عليك دائما تأخذ معك الأكل ما تأكله في مغامرتك كي لا تشعر بالجوع أثناء القتال. مرزين. أظننا نهينا التدريبات هنا. نذهب إلى تعلمنا بعض الأمور. هيا ماما، هذه المرة سيكون علينا أن تخون من هنا ومقابلة هذا الصرع والصندل. هذا منزل جميل. هذا سيعطينا مهمة. يقول لك عندما تأخذ مهمة سوف يصبح لونها
قليلا. عندما سيصبح لونها أخضر عندما تقوم بإنهاء المهمة. اللعبة تقول بأن هذه العلامة تبحث عن هذه العلامة في الخريطة إذا كنت تبحث عن مهمة. يقول هنا أن المهمات قد تكون لجمع بعض الأشياء أو حتى للصيد أو حتى لقتل التنانين. لذلك يجب أن تتحلى بالخبرة حول نفسك. قال لك ربما تجد بعض المهمات في كهف تحت المنزل. نذهب ونبحث عن هذا الكهف. هنا هو الكهف هذا. سيكون أخرج. هو الكهف موجود هنا. هو السلم. سننزل الكهف. هذا الشخص هو الذي سيعطينا مهمة. لعبة مسلية رغم أن الجرافيك ليس بتلك الجودة. ماذا قال لي؟ سأعطي له شيء هنا. ماذا يعمل؟ الآن سأعطي له شيء من هذا. علي أن أجمع اثنان. إنني أعمل. قد جمعتها. سأذهب الآن إلى ماذا أفعل؟ ما زال لدي شيء هنا. شيء ما يضربني. يمكنك أن تجمع بين التين والكروبر لكي تصنع البرونز. هناك الكثير من المواد في هذه اللعبة تستعملها. جمعنا بعض الأشياء. رغم أنني لم أقرأ تلك التعليمات جيدا. كيف أصنع السلاح من البرونز؟ الآن هنا سأصنع السلاح. سأصنع خنجر. سأكون على الكهف هنا. ثم أضغط على برونز بار. ثم أضغط على خنجر. إنني أقوم بصنع السلاح الآن. أصبح عندي السلاح. الآن سأتجه إلى الشخص الذي سيعلمنا بعض الأشياء عن الكومبا، عن القتال. هيا.
لا هذا الشخص هذا سيعلمنا الكومبا. هاي اللي في 146 اول مين مين زي سيناترا خبرته باسمي أرى ماذا سنفعل هنا؟ استعمل الخنجر الخاص بك. ليفت كليك. أنت الآن جاهز للقتال. اضغط وهجوم على هذا. انظر لهذا فأر عملاق. سيكون علي قتل الفأر العملاق. أنا خطة. أنا خطة. إنني أضرب. قتيلا قتلته. تعال انت. خذ هذه. انني اقتل. انني اقاتل. قتلت. اعود الان. شوف علي. اها. انتهينا من تدريبات سنوات. عندي وريك واحد. ثم هذا الشخص ما الذي سوف يعلمنا؟ يقول لك بأن المال مهم في اللعبة. إذا كنت لا تريد أن تصنع الأسلحة بنفسك فستحتاج إلى المال لشراء الأسلحة. إذا عملتك هي الكوين. إذا هي الآن زر كوين تجدها في محفظتك. هذه هي محفظتك. في هذه اللعبة يقول لك أن الطرق للحصول على المال هو بطرف من مهارتك أو القتال أو التجارة. كما يمكنك الحصول على الأموال من العمل في المغامرة أو سوف يقدم لك هدايا عند إكمالك للمهمات. العديد من الخصوم عندما تقتلهم سوف يسقطون المواد. ثم يمكنك أن تقوم ببيع تلك المواد في جنرال ستور في جراند إكستشينج إن فيروك داخل جراند إكستشينج في فاريوك. ايضا كسب المال عن طريق رفع مستوى المهارات كما قلنا كمهارة الطبخ والاسلحة وايضا صيد الاسماك. يمكنك ايضا الاحتفاظ على بموادك وصقلها وبيعها ايضا. إذا كنت تريد أن تحتفظ ببعض الأشياء فيمكنك أن تحتفظ بها في البنك. لديهم البنك هنا إذا ما تكون حقيبتك ممتلئة. يمكنك أن تدخل إلى البنك يعني باتباع هذه العلامة على الخريطة. إذا فالبنك هو هذا مباشرة. أردنا أن نضع شيء فيه فنسح هذه الأمور من البنك. نقوم بسحب جميع الأموال.
استحبنا جميع الأمور. صباح الخير يا أمل، قد انتهيت. هلا يا هلا، أنا سأذهب الآن. هذا سوف يخبرني عن الصلاة. أنا الآن 50/53 في ما يتعلق بالتوتريال في هذه اللعبة. التوتريال التعليمات والتدريبات الأساسية. قاموا بسجن الدجاج. هذا عمنا. سوف يخبرني عن السحر. إنه ساحر. يقول بأنه يمكنني أن أفتح ما يسمى بسبيل بوك، كتاب التعاويذ. نرى. This is a list of your spells. هنا لائحة التعاويذ. لا حتى تقوم بزيادة قوتك السحرية. مع القليل من السحر. يمكنك أن تقوم بمهارات أساسية. يمكنك التنقل بواسطة السحر. سوف أضغط هنا. يعني هذا لوغ اوت. يعني هذا هوم تايلنت. يعني هذا لان طريقة تنقل. تضغط على هذه ثم تضغط على المكان الذي تريد أن تنتقل إليه. الآن سوف انظر لهذا سبيل بوك. أقرأ تعويذ سحرية لأنتقل. إنه سحر رائع. قد وصلنا إلى مدينة ويبدو أن هذه المدينة هي التي توجد فيها اللاعبين الآخرين الذين يلعبون اللعبة. انظر لنرى ماذا يوجد حولنا هنا. هناك بعض اللاعبين يتقاتلون هناك. لا، يقتلون بعض الوحوش. لدينا هذا الشخص ونتحدث مع هذا الشخص في هذه الجمجمة الغريبة. something took a shot لنقتله. سيعطينا شيئا لنقتله. سأذهب إلى هناك.
هلا عامل لعبة ظريفة. أقتل هؤلاء. بعض منهم ساعدوا إليه، تحدث معه مرة أخرى. عمي كتب شي حاجة؟ والآن سنذهب لكي نقوم بقلي بعض الأرانب، سنأكل بعض الأرانب اليوم. سادتي وسادتي هيا بنا ومهلا نضرب دورة هنا لنرى ماذا يوجد. كثير من الأشخاص هنا، ماذا تفعلون؟ هناك شجرة هنا، سأقوم بقتل قليل. قد كسر هذا الوقت. يذهب إلى الشجرة. قد قاموا ب اتركوا لنا بعض. سوف أذهب إلى تلك الشجرة. اتركوا لنا بعض الأشجار أيها الأوغاد. هذه لعبنا لقطعة الشجرة. هذه لا يمكنك قطعها حتى تصير لي بالـ15. هذا غريب. ماذا عن هذه الشجرة؟ طيب لقد حصلت على بعض. إذا سأقوم بطهي الأرنب. هيا بنا لنقوم ب ونقوم بطهي الأرنب. إنني أقوم بطهي الأرنب. وكان ذلك لذيذا جدا. أقوم بأكله. إيت. سأتناوله. حتى ينقص الدم لديك، لا يمكنك أن تأكله إلا عندما ينقص لك الدم كي تسترجع الصحة بالأكل. هناك فرن، نقوم بالطهي على الفرن. حسنا، لقد قتلنا جميع الأرانب. كان علينا قم بطهي بعض الأرنب هنا. أن آتي به إلى هنا وأقوم ب أبا سأخرج وأقتله وآتي به إلى الفرن. تعالوا ستكون وجبة لذيذة أيها حصلت على بعض الأرانب. حصلت على الآن على بعض الأرانب.
نرى الآن. أوه، أنا فوق، يمكن النوم؟ لا، لا يمكنه النوم. قمت بإسقاط إذن أعزائي، هذا كل ما لدينا في هذه اللعبة، وهي لعبة درون إسكيب. هذه اللعبة رغم أنك ترى الجرافيك يعني جرافيك سيء ربما، أو يعني ليس بتلك الجودة الكبيرة، إلا أن هذه اللعبة يلعبها الكثير من اللاعبين، الكثير من اللاعبين الأجانب. بطبيعة الحال الأجانب يحبون هذه اللعبة كثيرا ويلعبونها بشكل كبير جدا، لأنه يمكنك القتال فيها والبناء وكذلك صناعة الأسلحة وغير ذلك، ولا تحتاج إلى التحميل ولا الانتظار طويلا. سوف أجرب. إذن خريطة العالم في هذه اللعبة، هذه هي خريطة العالم في هذه اللعبة، يبدو أنها طويلة جدا. هذه هي خريطة اللعبة، إذن هذه هي خريطة اللعبة، فيها الكثير من الأماكن التي يمكنك أن تذهب إليها، يعني عالم عملاق جدا، الكثير من الأماكن للذهاب إليها، كثير من الأشياء لاستكشافها. إذن أظن أن هذا هو السبب الرئيسي، اللاعبين يحبون هذه اللعبة، ففيها الكثير كثير كثير من الأماكن العملاقة. انظر انظر، هذه هي الخريطة من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هذا المكان، وأنا فقط في هذا المكان على ما أظن. إذن هذه هي لعبة درون إسكيب. إذن لا تنسى اشترك في قناة ياركاجي للمزيد من الألعاب الرائعة والجميلة والغير معروفة.